مع اقتراب نهاية عام 2018، رصد مراسل اي تي في العدالة فهد الزايد أهم وأبرز الأحداث التي علقت في أذهان المواطنين خلال العام المنصرم، والتي تصدرتها أزمة الأمطار والوساطة الكويتية في الأزمة الخليجية. أبرز حدث بالنسبة لي موضوع الأمطار اللي حصل بالفترة الأخيرة. أغلب الفرجان والبيوت غرقت، وشفنا عدم إمكانية وزارة الأشغال وزارة البلدية في التحكم بالأمور إلا بعد ما صارت أمطار في المرة التالية بعدها. من أبرز الأحداث اللي كانت واللي كان لها لفت انتباه وأيضا حركة إنسانية من أبو الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الله يطول عمره، في موضوع اللي صار مشكلة بين الأشقاء بين السعودية وقطر. طبعا الكويت كان دورها جدا مشرف، خاصة وهذا مو غريب على الشيخ صباح، دائما يحاول لم الأخوة لم الشمل فيما بين كبيت الخليج الواحد، وهذا من أبرز الأحداث. يعني كان عمره الكبير وكان شهر رمضان وسفراته وروحاته وياته، وقاعد نشوف إن شاء الله الأوقات هذه قاعد تجني ثمارها. يعني أبرز حدث اللي مرنا اللي هي الأمطار، أمطار الخير اللي جتنا، فصار فيها يعني ما تقول تضرروا الناس، فيها خسائر، والحمد لله إن شاء الله ما فيها خسائر بالأرواح بس بالممتلكات وكذي. هذا يعني الحدث اللي أخذ الصدى الإعلامي. أحزاب وشخصانية صارت الرياضة للأسف. والله أبرز حدث هي الخير والأمطار اللي ضافت على البلاد الحمد لله بالخير والنعمة، وصراحة عدم استعداد الوزارات على كافة الصور يعني حق الأمطار الغزيرة والسيول على قولتهم لا طاح الفاس بالرأس وقعت الحادثة، وهذا اللي حاصل. وطبعا ماكو أحسن من مناسبة 2018 فوز القادسية على العربي كمثال، هذا يعني شيء وهذا شيء طبيعي يعني حق القادسية وجمهور القادسية. الدور الطليعي اللي طبعا ليس بغريب على صاحب السمو، هذا الدور من يوم ما كان وزير خارجية احنا عاصرنا الفترة هذه وياه، عرف شلون؟ ومنح قضية انه هو يستحق لقب امير الامير مو بس امير الكويت، انما الامم المتحده تعطيه هذا اللقب وتشرفه. انا حقيقه اعتقد انه هو شرف اللقب وليس اللقب هو اللي شرفه. اذا اعضاء مجلس الامه ان شاء الله انهم اوفوا مع الشعب باذن الواحد احد ان شاء الله انها راح تسقط الغروب، وحنا نتمنى اكثر الاسر متهالكه من وسبب الغروب، وان شاء الله انه يكون لها حل.